هذا العمل بطبيعة الحال قدمناه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح أولا، واحتفاء بحلول شهر رمضان الأبرك. ألف هينة وهينة هي عمل لمحترف شمس للموسم الحالي أو موسمين، إن شئنا يعني نضبط الكلمة. ألف هينة وهينة هي عمل مسرحي يجمع ما بين البعد التراثي اللي هي الحكاية الشعبية ألف هينة كما هو متعارف عليه في الذاكرة الشعبية، وما تعرضت له هينة بطبيعة الحال على يد الغول من مضايقات ومن أشياء كثيرة معروفة، بالإضافة إلى بيغ ماليون وكيف نظر إلى المرأة. وبالتالي سنجد على أن التيمة المشتركة ما بين الجانب أو البعد الأسطوري والبعد الشعبي أو الذاكرة الشعبية هي المرأة، معاناة المرأة، يعني أسئلتها الوجودية، مجموعة من القضايا التي حاولنا أن نثيرها. إذن تيمة هذا العمل المسرحي هي المرأة بكل تجلياتها، هذا هو العمل، وحاولنا أن نجمع فيه بين الجانب الفرجاوي والجانب الفكري والجانب ديال الأغاني الملحون إلى غير ذلك. اليوم كان عندنا عرض مسرحية ألف هينة وهينة اللي من إخراج ودراماتولوجيا الأستاذ حسن الهبابطة، تشخيص كل من حسن الهبابطة، رضوان شاجد، مروة شوقي ومجموعة من الفنانين المبدعين. العرض كان عندنا في مدينة الجديدة بالضبط مسرح حي البرتغالي، بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك. كنبغي نشكر ساكنة مدينة الجديدة على حبهم وتعطشهم وتقديرهم للفنانين والإبداع. كنبغي نشكر أي واحد ساهم لو بالقليل وبالكثير على نجاح هذا العمل المسرحي، من أقارب، من أصدقاء، من فنانين، من جمهور. كنبغي نشكر أي واحد مازال كيعطي وكيحاول أنه يزيد بقدام الفن والإبداع ويكون باش المسرح والفن المغربي ديما يبقى الفوق، يبقى ديما متطور ومتقدم. شكرا للجمهور الكريم، وكنتمنى رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربة سواء داخل أو خارج المغرب. قدمنا اليوم مناسبة اليوم العالمي للمسرح بمسرح البرتغالي بمدينة الجديدة العرض المسرحي ألف هينة وهينة، وكان الدور ديالي ودور الصياد. حسينا بالتجاوب ديال الجمهور ديال مدينة الجديدة، وكان حضور مكتف، كنشكرهم بزاف كل واحد من الناس اللي نسقوا هذا العرض هذا. شكرا لإدارة المركب وشكرا لساكنة مدينة الجديدة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.